أما هلا رشا وصلنا لآخر فقراتنا الصباحية لليوم. طبعا ظروف وضغوطات كتير عم نعيشها حوالينا، وكتير من الناس بيخافوا بيصيبهم حالة من التوتر والقلق والتعب النفسي لما بيسمعوا أخبار. لهيك بفقرتنا لليوم رح نحكي عن كيفية الوقاية من الأخبار السيئة، الوقاية النفسية، مع ضيفتنا اللي صارت معنا بالاستوديو بنان بيبرس، مدربة تنمية ذاتية وإدارة مشاعر. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يسعد صباحكم يا رب. يا صباح الخير وأهلا وسهلا بحضرتك. اليوم عم نحكي عن حالة عامة، اليوم الكل متأثر مثل ما تأثرنا بالحرب السورية، كورونا، الزلزال، اليوم نحن بحدث فلسطيني. اليوم وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي كلها عم تلعب حرب نفسية، حرب باردة. خلينا نقول اليوم هدول يعني من لا شيء ممكن أنت يصير عندك حالة نفسية. شو هي أهم شيء بهاي الفترة ممكن يأثر على الحالة النفسية؟ صباح النور والرحمة والنور وهيك السلام للشهداء، والله يصبر ذويكم يا رب. هلا الفكره بالحروب اللي خلينا نقول عم تصير على السوشيال ميديا بقى، يعني هي في حرب على ارض الواقع، في ازمه، في شيء نفسي كثير شديد عم يعانوا. نفس الوقت نحن اللي خارج النطاق بقى، خارج اللي مالنا معهم، نحن عم نتاثر نفسيا خلينا نقول بالاعلام يلي هو كثير عم بيكون عم يهول الموضوع او عم ينقله بحقيقه كثير قاسيه. يعني اليوم هذا الوضع نحن دائما انا بنصحهم للي عنده حصرا هشاشة نفسية أو اللي مناعته النفسية منخفضة ما كتير تتابع، يبتعد عن الأخبار، يعني ما كتير تتابع، معلش جرعة واحدة من الأخبار تكفي يوميا. ما نضل طول الوقت على السوشيال ميديا، ما نضل طول الوقت على الأخبار، خصوصا اللي بيعرف حاله هو ما نؤد، يعني هو حينهار، حيتأزم، حيتوتر. كتير عم تجينا مشاكل نفسية هي بس من متابعة الأخبار، من متابعة الشيء اللي عم بيصير. صحيح. للأسف نحن قلنا كونه نحن بعاد، فنحن دائما نقول لهم انه بس ندعي لهم، نكون واقفين معهم بقلوبنا. اكثر من هيك نحن اذا بدنا ناثر او بده هذا الشيء ياثر على انفسنا وعلى جسدنا نحن ما عم نفيدهم صراحه، نحن عم نضر اكثر من هيك. تمام، لكن في كثير ناس ما بتقدر تمنع حالها انها تشاهد هي الاشياء. صح. في اشخاص فاقدين حدا غالي عليهم، ممكن يشوفوا شهداء او يسمعوا بهي الاخبار، قديش بياثر فيهم، ممكن انها تتعب حالتهم النفسيه اكثر. كيف ممكن انه نحن اليوم نوقي نفسنا من هي الاخبار؟ حتى في ناس خلينا نقول بصير في شائعات زياده وقت بصير اي حدث او بحاله حرب او باي ظروف عم نعيشها صعبة. صح. هلا يلي عنده حدا انه مثلا بالارض فهذا اجباري بده يتابع. طيب هلا انت تابع ومن باب المتابعه وليس من باب انك تاخده لجوا، يعني اليوم انت طالما بعيد عنه ما رح تقدر تعمل له شيء، ما رح تقدر تفيده، انت بس عم تضر حالك. لا، خليك قوي كرمال هو وقت يطلع او وقت يحتاج مساعده انت تقدر تلبيه. ما تكون انت والله مصاب باضطراب نفسي فانت ما تقدر تساعده. هلا الوقايه شوي بدها تكون هي بالتخفيف مثل ما حكينا من هي الجرعات يلي هي من الاخبار. ما نضل طول الوقت على السوشيال ميديا، ما نسمع الشائعات، يعني اليوم كثير حيطلع في شائعات، الشائعات اخطر من السوشيال ميديا. تماما، يعني اليوم شائعات انه ايه والله 200,000 300. طب اوكي، اكتفي بالنشرة يلي هي موثقة، اكتفي بالخبر يلي هي من مصادره الموثوقة. يعني هذا لحاله كفيل انه يعمل توتر، فما بالك بقى بالإشاعات اللي هي بتزود دائما. برجع بقول انه اللي عنده ضعف وهشاشة نفسية حتى لو كان له حدا، حاول اذا في حدا معه من هون يعني معه بنفس البيت ما يخليه كتير يتفرج. يعني نحن عم نحكي مثلا عن المراهقين، اذا لهم حدا برا اصدقاء او هيك ما كثير اهاليهم يخليهم يتفرجوا على هيدي الامور. اليوم الحياه بدها تستمر وهذا الموضوع، يعني النقاشات او خلينا نقول الحروب وهي الامور هي موجوده، تحاليل بتحول الجميع لمحللين سياسيين وبيعطونا هاي الطاقه انه لا ممكن طبعاً يصير في حرب عالميه وفي حرب هلا على ابواب حرب. نحن يعني اليوم كاعلاميين يعني كثير بنسال هاي السؤال انه في شيء انتم مالكم عم تقولون نحن رايحين على حرب هيك تماماً. يعني انه اكيد لو في حرب انت حيتم ما حيكون في اعلان عليها اصلا، يعني بلحظه ممكن تشعل الدنيا يعني. صح. فاليوم هدول الشائعات مثل ما
قلت اليوم كثير مهم اليوم نحن نرجع للمصادر الرسمية، بس بالنهاية نحن اليوم شعب عاطفي، يعني نحن ما فينا ما نتأثر، ما فينا نشوف اليوم طفل مستشهد وما تنزل دمعتك. يمكن السنوات الماضية ما قدرت تعملنا هي الوقاية النفسية رغم كل اللي مرق علينا بسوريا، ولكن في حال زاد الضغط علينا اليوم نحن فتنا بحالة الضغط النفسي، اليوم شو هي أهم مرة من خلص نحن خلصنا من الوقاية ورحنا للعلاج، يعني نحن فتنا بالمشكلة، شو أهم الإجراءات العلاجية ممكن نحن نشتغل عليها؟ تمام. هلأ للأسف لنحكي شوي بالأعراض، يعني نحن عنا حيصير اضطراب ما بعد الصدمة، حيصير عنا اضطراب قلق، توتر، انفعالات زائدة خصوصا بالمجتمع الرجال أكثر لأنه هنن اللي برا هنن اللي عم يسمعوا. النساء حيكون في عندها كتير ضغط نفسي، هي كيف تحمي أطفالها تحمي حالها، فهي كمان حتتعرض لهذه الضغوط. اليوم العلاج تخفيف المشاهدات، اليوم الدعاء للأشخاص هاي بالهيك الطمأنينة والسلام يا ربي عم. اليوم مثلا إذا عندي مراهقين عندي أطفال ما خليوني أربو بصراحة، إذا أنا عندي مثلا علاجات نفسية مثلا ممكن أطلع أمشي اشتغل بشيء يلهيني عن الوضع نوعا ما، مثلا ممارسة رياضة معينة لأطلع أنا شوية من المود. هلأ هذا كلياته علاجات في حال الموضوع مانو تعمق، لكن يلي معه هشاشة نفسية يلي معه ضغط نفسي نتيجة الحرب نتيجة الظروف اللي كانت عنا وهلأ عم يسمع هذا الشيء، فهون تسوء الحالة، فهون لا يحتاج إلى مختص أو طبيب، لأنه هو النفس للأسف تميل إلى العزلة بقى وتميل إلى الوحدة تميل إلى الخوف. يعني نحن حنلاقي ردات فعل على أي صوت حيطلع، حنلاقي ردات فعل عنيفة، وأنا هذا الشيء عم بلمسه عندي بالمكتب، عم يجوني المراهقين أنه صار أي صوت عم يطلع صار توتر بكي رعب انه لا حتجي الحرب لعنا. طب انه هون بقى مهمة الاهل ما يضلوا يحكوا قدام الاولاد وحتى إلهم يعني انا لإلي لشخصي خلاص انا شفت حأدعي حقول يا رب حساعد بأي شيء أنا بقدر ساعد فيه، بس ما ضل عم بحكي وضل عم فكر فيه. هدول الأمور رغم بساطتها لكن أثرها عن نفس كتير عم بيكون إيجابي. قوي وإيجابي. لكن اليوم كيف نحن فينا نشخص أو كيف يتم تشخيص هذا الشخص أنه هو عنده تعب نفسي من هي الأخبار السيئة؟ يعني كيف ممكن في أعراض معينة تظهر عليه أو في أشخاص بيصيروا انطوائيين ما بقى يطلعوا من البيت، بيخافوا على حالهم يطلعوا من البيت أو على أولادهم مثل ما ذكرتي من شوي؟ صح. هلأ هو تبدل الحال، يعني هي بتكون إذا عم نحكي عن سيدة البيت أو عم نحكي عن صبية، فهي بتكون صبية عم تضحك كانت حياتها طبيعية ما عندها هيدي الضغوط، فجأة بلشت تسمع أخبار، أنا فجأة لقيتها بلشت بالعزلة، فجأة لقيتها بلشت تاخد منحة انفعالي ومنحة الغضب القلق التوتر من أي صوت. هون أنا بدي يكون لماحة الأهل أو حتى الإنسان لنفسه أنه لا أنا عم بنزل، يعني أنا عم بتأثر جداً بهيدي الأخبار. نحن اليوم بالحروب وبالأزمات لازم يكون في قوة نفسية وقوة جسدية لنقدر نتحمل هذا الشيء ويمرق بسلام، لنقدر بعد منا نرجع نبني مرة تانية. فاليوم لما بيكون أنا عندي ضغط نفسي وتوتر نفسي لما بتخلص الحرب، وإن شاء الله أكيد ما في حرب استمرت كله بالنهاية بده يزول ويخلص، نرجع للأمن اللي كنا فيه إن شاء الله، فحيلاقي حاله أنه هو ضعيف ما حيقدر يعمل شيء. أما اللي عنده قوة نفسية واللي قدر يتجاوز فهو رح يقدر بسرعة ينجز مرة تانية. بكل بساطة أنا بعرفه أنه صار عنده تعب نفسي وضغط نفسي من تبدل حاله، كان يضحك بطل، كان سعيد صار حزين، العزلة أهم شيء يمكن تماماً. هلأ في ناس ما قبل العزلة في مراحل هاي البسيطة يلي هو دائماً على الأخبار، هو دائماً قاعد متوتر، هو صار انفعالي، يعني هلأ بلشت الحالات، يعني هلأ بلشنا مدوش. بأولها بلش الانفعال، هلأ بعد منا في عندي الغضب، بعد منا في عندي العزلة، بعد منا في عندي الوحدة، بعد منا في عندي الاكتئاب والكآبة يلي هون بقى الإنسان خلص صار بده مختص ليطلع معه، لأنه كتير تمادت النفس بالسلبي وراحت لكتير سلبي. وهذا الشيء اليوم مهمة الأهل كتير كبيرة وخاصة بوجود أطفال في البيت. أنا بعرف حدا بالواقع يعني الأم والأب صدروا هذا الخوف لأولادهم يعني وكبروا الوهم مثل ما بينقال. شكرا لك ولحضورك، وإن شاء الله دائما الطاقة الإيجابية مرافقتنا وتحملنا الأيام الجاية كل السعادة والانفراجات. شكرا لحضورك. شكرا لكم. شكرا لحضورك معنا، يعطيك العافية رشا.